I am with them. السلام عليكم. يتجمع معكم عمو جمال درويش العربي. اليوم 19 أبريل 2020. يوم يعني 24 ساعة، بعد 24 ساعة اللي فات خدنا فيها رجل بيع تم معنى الكلمة، خدنا فيها نقولش خونا وصاحبنا وليدنا ولدي هنا بعد في مرتبة ولدي اللي مولدتوش، أمين بن عيسى الله يرحمه، 30 سنة مات الله يرحمه، الأسباب كثيرة والموت واحدة، وهذا قضاء الله، ما في حتى بيع ولا شراء، الحمد لله الموت علينا كل واحد بالترتاع. ولكن الشيء اللي يحزنك كاين عباد ما تشبعش منهم، قليل جدا، هذا واحد من القلال. خلاص انا شخصيا والله ما شبعت منه، يعني في جا في مرتبة بني ولدي قدو صلاح الدين صاحبه ولدي وهو من بكري، من ناحية انا ضميري مطمئن ومرتاح الحمد لله، بلا ما نرجع روحي بلا ما والو، في دماغي مفروزة، من اللي عرفته عرفني الحمد لله، عمري لا غضبت ولا غضبني ولا بالعكس، انا شخصيا كان معاوني في الناحيه المعنويه بزاف، خلاص يعني هو يدور على الاولاد هو كذا، يعني باختصار واش حبيت نقول، حبيت ندير شو الاهداء للروح تاع العزيز اللي مات، يعني الفخيد هذا يعني اللي ما يتعوضش، يعني امين يا امين يا امين يا خويا يا ولدي يا حبيبي، راك كعبه وحده وراك ما تتعاودش، ربي يرحمك ويغفر لك ان شاء الله ويجعل مثواك الجنه، وربي ان شاء الله يتجاوز عن سيئاتك وعن تقصيرك في صلاتك ولا في امورك، الله يثبتك ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله يا ربي يوصلك هذا الدعاء لوين راك بعد، وان شاء الله ربي يسخيك شربه ماء كل جمعه يعني لله في سبيل الله، اللهم امين ان شاء الله يا رب. السلام عليكم.